بدي يكون مرة، يكون إلي كيان لإلي أنا، مش إنه أنا ملك أشخاص بس لإلي ما في شيء. شو بعد بدك تعملي وما عملتيه؟ بحب سافر، بحب أتعرف على أشياء جديدة، بحب أروح مطارح إنه لحالي هيك اكتشف أشياء، بس ما فيني. ليه لحالك؟ وقتها بتكون لحالك تقدر تعمل أشياء أكتر أنت بتحبها، مش مقيد بشخص تاني يمكن رغبته بتكون بياخدك على طريق تاني أو بمحل إنه أنت ما بدك إياه. كيف حاولت سهام بلش توقف الزمن؟ ممكن أعمل أبر بوتوكس، ممكن أعمل فيلر، بهتم بحالي بالسبور، يعني تلاحق حالي قبل ما أنه، لأنه كل ما بيتقدم الواحد بالعمر المشاكل بتزيد. كيف بالمقابل الرجل الشريك الزوج يتعاطى مع التغيرات الفيزيولوجية والنفسية عند المرأة؟ هلا أنا بالنسبة لإلي ما عنده اعتراض إنه اهتم بشكلي، بس إنه أنا بحب يعني هو كمان يهتم مثل ما أنا عم بهتم بالسبور هيك، مثلا أنا بحب إنه يروح معي إنه على الجيم، يهتم بحاله، يهتم بشكله، إنه هو ما بحب السبور. أنت عم بتكوني صبية، هو إنه عم بخاطر. لما تشوفي جوزك عم يكبر شو بتقولي له؟ ختيار. ليه جوزك اليوم إذا بدك توصفي لي جوزك كيف توصفي لي؟ رجال عادي بيهتم بشغله ببيته بولاده، هودي الاشياء مقدسين عنده. بس وقتها بحكيه بالرومانسيه بيقول لي انا ماني نزار قباني، انا بحبك هيك بهي الطريقه، انه باهتمامه بالاشياء اللي بيعمل لي اياهم، بس ما فيني اقول لك شعر. اي نوع رجل اليوم سهام بتحب على الصعيد الشكل؟ توم كروز مثلا. بأيام شبابه أو اليوم توم كروز؟ حتى لو هلأ أنه شو بقى توم كروز كتير تغير، بس أنه يعني بعده. شو بتعمل أنت لتخليه يكون توم كروز؟ أنا بحب يلبس يعني هيك أشياء أنه شباب لك ويبين أنه سبور وهيك، يعني مثل شو؟ أنه ألوان، بحب الألوان، يعني مش أنه هيك الغامقة المغمة. أديت صرحته، أدي حكيته عن هذه الهواجس؟ دائماً بنحكي، دائماً وقت بجيب له اشياء مثلاً بحاول اقنعه هيدي القطعة حلوة بتطلع عليك، انه كتير اللون حلو والموديل حلو ليه ما بتلبسه، بس انه بيقول لي خلص انا بحب. لما شاف زوجته عم تهتم بحالها، عم تعمل بوتوكس، عم تعمل سبور، عم تعمل ريجيم، عم بتحارب السنوات، شو كان موقفه؟ انه كان موقفه انه عم تقضي كتير وقت بالسبور مثلاً، انه حطي تخت بالجيم انه ليه ترجع على البيت، كان عنده هيك انه موقف، بس بعدين خلص تعود انه انا بحب السبور، وهذا الشيء انه عم بيموه مثلا، انه زوجي ما بيحب يسهر، ما بيحب يظهر كثير، انه هذا الشيء بيسد لي هالفراغ اللي موجود. لما تقولي له طالع على بالي اسهر شو بيقول لك؟ اوقات بيقول ايه، واوقات كثير بيقول لا، لانه هو اصلا بيتوتي ما بيحب السهر. هلا انا بحس انه وصلنا لعمر، بما انه اولادنا كبروا وصار عندنا حياتنا نحن، فينا انه نتركهم من دون ما كل الوقت بيكونوا معنا، صار فينا نعيش حياتنا. فانا بحب انه انا وياه نظهر، نعمل نشاطات لحالنا، بنسهر، نتعرف على اشياء جديده، نسافر او شيء هيك، نظهر او نعمل نشاطات لحالنا. فينا نظهر اوقات مع بعض، وفينا اوقات كل واحد يظهر لحاله، ما في مشكله. انه بقول له اوقات يعني خلينا هيك شوي، انه مثلا سافر انت لحالك او انا بسافر لحالي، انه حلو تشوف الحياه شوي بعيد عن الاشخاص اللي انت دائما عايش معهم بروتين، تتجدد.